السلام عليكم. اليوم جيتكم بهذه الغردة تاع مقروطات على شكل عين الجمل. مقروطات على شكل عين الجمل بهذا الشكل. تابعوا معايا خطوات. هذه الغردة تجي في الأشكال الطويلة اللي يكون عرضها نتاعها حوالي 4 سنتيمتر. هنايا في البداية ثبت 6 عينات بهذا الشكل. دكا ندخل من جانب، بديت من الجانب الأيسر، دكا راني في الجانب الأيمن. ندخل من الجانب الأيمن هكذا، نديرو العينة الأولى، الثانية، الثالثة، هذه الرابعة. هنايا نخلو واحدة ونقفز لهذه، نقفز للغردة الماء. هنايا ندخل في العينة هذا الشكل، الثانية، الثالثة، الرابعة، ندخلها من جانب هكذا، نديرو عينة، الثانية، الثالثة، ندخل في الفتحة نحكموها من جانب، نزيدو لها عينة في الوسط هكذا، نلحقوها شوية لجانب، نخدمو عينة تاعنا هذا الشكل. ديرو عينة العينة هاذيا، ندخل للجانب، ندير عينة الأولى، الثانية، الثالثة على الشكل. ندير 3 عينات هنايا، منخدموهاش ونروحو لهذيا هنايا، لهذي العينة هنايا، دخلوا لبرا خلو هادية، وندخلوا هنايا تتشكل لنا فتحة كبيرة بهذا الشكل. هادية نخلوها ونحكمو هادية العينة. نكملوا العينة تاعنا، ندخل من جانب، العينة هادية دوكا نغلقو الفتحات والعينات. دوكا هادي الفتحة شدوها من جانب عينة، نزيدو لها عينة من منتصف تاعها، ندخلو للفتحة اللي موراها، نتحصلو على هذا الشكل تاع العينة هذا الشكل. ما بين الفتحة والفتحة جاتنا عينة، نخدمو هنا عينة، الثانية، كملوا العينة تاعنا هذا الشكل، ندخل من جانب. دوكا في هذه المرحلة نديرو العين الأولى، العينة الثانية،
ومن بعد هنايا ما نخدموهاش نقفلو لهنا، تشكلنا بهذا الشكل. انا نديرو عبينه الاولى، العبينه الثانيه، ومن بعد هنايا نخلو هذه العبينه ما نخدموهاش، نجيب لهنايا تشكل عندنا فتحه، اثنين عبينات من الطرف فتحه، اثنين عبينات فتحه، وهنايا هذه العبينه الاولى والثانيه ندخلوها من جانب هذا الشكل. ما يكون واضح دكا، نعاودو نمليو كامل، نديرو لهم عبينات، نغلقو الفتحة تاعنا هذه اللي نشدوها من الجانب، نزيدو لها عبينة في الوسط. دوكا ننتقلو من الطرف منا، ننتقلو في العبينة، العبينة الأولى، الثانية، الثالثة. هنايا ثان هذه نزيدوها عبينة، نكملو العبينات تاعنا هذا الشكل، ندخلو من جانب دكا، هنا نديرو عبينة الأولى، نديرو عبينة وحدة، ندخلو هنايا بهذه هنايا، هذه ما نخدموهاش، نجيو لهنايا نديرو نشكلو فتحة، ومن بعد واحد اثنين ثلاثة فتحات، هذه الفتحة، هذه العبينة شدوها فتحة كبيرة هذا الشكل. نديرو هنايا، هنايا ما نخدموهاش، هنا ما خدمناهاش، ونشكلو فتحة كيما هادية. هنايا درنا فتحة كبيرة، وهنا فتحة تكون كيما الأخرى اللي هي في الجانب من هذا هذا الشكل. هنايا خلينا فتحة واحدة تاع عبينة، ودرنا الفتحة تاعنا شكلناها، وهذه الفتحة الكبيرة خلينا ثلاثة فتحات ما خدمناهمش، انتقلنا لهذه، وبقات لنا هنا فتحة خليناها شكلنا عبينة، خليناها وشكلنا فتحة صغيرة بهذا الشكل. دوكا ندخلو نعاودو نغلقو الفتحة تاعنا هذه، شدوها من جانب هكذا، نشكلو فيها عبينة، ومن بعد نحكمو هنايا، نحكموها من الجانب، تشكلنا هذه العبينة، ونحسبو الأولى، الثانية، الثالثة، بهذا الشكل ثلاثة، وننتقلو للفتحة هذه هنايا، هذا الشكل. نشكلو عبينة، ندخلو في العبينة الأخيرة بهذا الشكل، ندخلو من جانب هذا الشكل، عبينة الأولى، الثانية، هنايا اثنين عبينات. شكل هذه الفتحة، نخلو عبينة ونشكلو فتحة. دوكا هنا نشكلو عبينة بهذا الشكل، نزيدو الثانية من قبل، كان عندنا ثلاثة عبينات، وهنا تحطلنا على اثنين، ونديرو فتحة كبيرة، نقفلو العبينة ما نخدموهاش، ونديرو عبينة كبيرة هذا الشكل.
ندخله من جانب. ندير عمينة، نشد الفتحات كبار من جانب، نخدم عليها عمينة، نلحقوها على الطرف. من الفتحة ننتقل للعمينة الأولى، الثانية، من ننتقل للفتحة الكبيرة من الجانب، نلحقوها بعمينة في الطرف هذا الشكل. نزيد هنا عمينة، عمينة هذه، ندخل من الجانب، ندير عمينة الأولى، الثانية، الثالثة بهذا الشكل. عندنا هكذا نقفزو عمينة ونشكلو فتحة هذا الشكل. خلينا عمينة درنا فتحة، دوك هذه ما نخدموهاش كذلك، ونجيب لهنايا نديرو فتحة هكذا هذا الشكل. نخدم العمينة الأولى، الثانية، الثالثة، نخدموها في الجانب هذا الشكل. دخلنا من الجانب، دوكا ندخلو في هذه العمينة هنايا هذا الشكل. العمينة الأولى، الثانية، والثالثة حتكون في الجانب تاع الفتحة، نحكمها في الجانب تاع الفتحة هذا الشكل. نحكم الفتحة في الباطن بعمينة حتى للطرف، نشكله هنا للجانب، من الجانب تاع هذه الفتحة نروحو للجانب تاع الفتحة الكبيرة، نديرو هنايا هكذا عمينة من الجانب تاع الفتحة الكبيرة، ندخلو في العمينة الثلاثة اليوم في الطرف، واحد، اثنين، ثلاثة، ندخلو من جانب. نديرو عمينة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، نشكلو فتحة كبيرة هذا الشكل. واحد، اثنين، ثلاثة، والرابعة ندخلوها من الجانب هذا الشكل. دوكا هنا نغلقو العبينات الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة تجي في جنب تاع الفتحة الكبيرة هذا الشكل. الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، ندخل من جانب هذا الشكل. دوكا هنا باش تجينا هنا، هنا بقات هنا هذه، احنا انا في هذه هنا درت هذه. دوكا مانيش حنبدا نعاود ندير نشكل فتحة كيما هذه، ندير هنا دوش فتحات ونبدا نخدم في المقروطة تاعي. هنا عندي فتحة واحدة
نكمل جوج فتحات، ماشي معناتها هنا تخلط فتحة واحدة نعاود نزيد طرق واحدة اخرى ونزيد فتحة واحدة اخرى وحدها. من الفتحة هذه ننتقلوا العوينة المربع الثاني، المقروطة الثانية بهذا الشكل. دوك هنا عندي ربع عوينات هذا الشكل، من ان شاء الله يكون واضح. الثانية الثالثة ندير نخلي عوينة ننتقل ندير فتحة كبيرة ونزيد نخلي عوينة ننتقل وندير فتحة كبيرة وندير العين الأولى الثانية الثالثة ندخلوها من الجانب بهذا الشكل. نعاود نغلقهم ونكمل العامل تاعي حتى نتحطلو على مقروطة واحدة أخرى في شكل عين الجمل متالية معاها، متكونش كل مقروطة وحدها بهذا الشكل. أنا دوكا راني نخدم في المقروطة الثانية. تبعوا الخطوات إن شاء الله تجيكم سهلة. واحد اثنين ثلاثة ندخلو هكذا دوكا، واحد اثنين نديرو اثنين عوينات ندخلو، نخلي العين هادية وندخلو هنا هذا الشكل. نخدمو العوينة تاعنا الأولى الثانية ومن بعد نشكلو فتحة هذا الشكل. نديرو هنا العوينة الأولى والثانية ندخلوها من الجانب بهذا الشكل. العوينة الأولى الثانية دوك نغلقو الفتحات نديرو عوينة شكلو هنايا من الفتحة الجانب ندخلو في العوينة هكذا، من العوينة ننتقلو للفتحة نشكلو في الطرف عوينة نشدوها هكذا في عوينة كبيرة ندخلو هكذايا هذا الشكل. ندخل من جانب نديرو هنا عوينة الأولى ندخلو هنا نديرو نديرو فتحة نخلو هذه العوينة ونديرو ننتقلو لخرى نديرو فتحة نحط بهنا واحد اثنين ثلاثة ننتقلو لهنا هذا الشكل نديرو هنا عوينة نديرو فتحة عفوا نديرو فتحة نقفزو نخليو هادي العوينة ونديرو فتحة وندخلو من الجانب هاك الشكل. هي الخطوات نبطها تقعدو تعاودو فيهم حتى وين تكملو كامل. تشكل لكم مقروطات في كل مقروطة عين جمل هذا الشكل. هذا يا نديرو هنا فتحة كبيرة يجي فيها ثلاثة عوينات واحد اثنين ثلاثة هذا الشكل. نشدو الفتحة ثاني من جانب بعوينة هاك نكملو هاذيا هنايا ندخلو بعوينة هكذا ندخلو من جانب هذا الشكل. نزيدو نخدمو هاذي هنايا دوكا هنايا نبداو نغرمو في الحبيبة. درنا زوج عوينات ندخلو نقفزو ونديرو هنايا فتحة كبيرة هذا الشكل. دوكا هنايا نزيدو عوينة نجينا الثانية نديرو فتحة
نقف بوحده ونديرو فتحه، نديرو عبينه الاولى والثانيه ندخلوها من الجانب بهذا الشكل. نكملوا هذه ان شاء الله تجيكم سهله، جربوها تبعوا الخطوات تاع الاولى حتى وين تكملوا هذا الشكل. ندخلوا هنايا، كان هذا الغرزه تاع النوم، نتمنى ان شاء الله تبقوها. مقروطة على شكل عين الجمل، تكملوا حتى لتحت يا هنا بهذه الفتحة، متعودوش تنغرموها، مديروش كل مقروطة وحدها، من هذه الفتحة عاودوا عوضوا فتحتها هنايا وكملوا المقروطة تاعكم، مديروش كل مقروطة وحدها. إلى اللقاء مع عرضة جديدة، نتمنى إن شاء الله تعجبكم. سلام.